أكثر مشهد أثر فيني بالمسلسل هو يمكن وقت قدم يتعامعهد أشتون. هي أهم شيء أصلاً عنده بالحياة إنه دور أسكين. لبكت على الخوف ووقعت، فبوقتها طلبت منهم ترجع تعيد ويعطوها تشانس، ما عاد شوها فرصة تانية. حسيت حالي بهاللحظة إنه تأثرت، لأنه إذا صارت معي وهيدا حلمي فكتير رح أزعل بلحظتها، وتأثرت كتير. نغم كتير تشبهني بطريقة إنه هي بشخصيتها كتير حداً وايلد وكتير مشاغب، بهمها توصل للي بدها إياه وشو ما صار، يعني حتى إذا أذيت اللي حواليها بدها توصل لشو ما بدها. هلا هذا الشيء شوي مش منيح، بس كمان إنه حلو، لأنه حلو واحد يوصل للجولز تبعه بالحياة.